يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من خرج على الفضائيات وقال إن لوط عليه السلام لم يأتي قومه بالتوحيد وإنما جاءهم بالنهي عن تلك الفاحشة المنكرة. إيه، لأنهم ما فيه دليل على أنهم مشركون، ما فيه دليل على أنهم مشركون، لكن هم فعلوا هذه الفاحشة الشنيعة، ولا ما فيه دليل على أن قوم لوط أنهم مشركون. نعم، اللي عنده دليل على هذا يجيبه. نعم، يقول لو كانوا مشركين وترك نهيهم عن الشرك صار هذا فيه غرابة، لكن ما فيه دليل على أنهم كانوا مشركين. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمؤمن إذا فعل الفاحشة الشنيعة ينهى عنها ولو كان مؤمنا، ويقام عليه الحد أيضا، يقام عليه الحد بالقتل أو بالجلد أو بالرجم أو نعم، وإن كان مؤمنا. نعم.